بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حياتنا، هذا البرنامج اللي يأتيكم دائما عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا، بداية يسعدني في هذا المساء نمسي بالخير على أخوي وزميلي عبد الله الهلابي. عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالنور سلمان، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. نرحب فيكم، وأكيد يعني حلقتنا إن شاء الله راح تكون فيها الكثير من المواضيع المهمة، ومع الأجواء الجميلة سلمان عندنا اليوم باقة من المواضيع اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله. أكيد عبد الله، راح نبدأ مع السادة المشاهدين عبد الله بهذا الخبر، حيث ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المهمة والمثمرة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله يوم الاثنين الماضي في واشنطن مع فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تركزت حول تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي الراسخة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والعمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة. كما أكد المجلس أن زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمباحثات التي جرت في إطارها مع فخامة الرئيس جو بايدن وعدد من المسؤولين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قد انتقلت بالشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة، وفتحت آفاقا واسعة لتطوير التعاون الثنائي لمصلحة شعبي البلدين الصديقين ومن أجل توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي وحفظ السلام العالمي والمساهمة في حل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وثمن المجلس إشادة فخامة الرئيس الأمريكي بالدور القطري البارز والإيجابي في المنطقة، وتوجه فخامته لإبلاغ الكونغرس الأمريكي بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، بما يعكس أهمية العلاقات القطرية الأمريكية. وأعرب مجلس الوزراء الموقر عن بالغ ارتياحه لتبوأ دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، وتقدمها إلى المرتبة 24 على المستوى العالمي في القائمة التي تضم 113 دولة. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز المهم قد تحقق بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما يليه سموه من اهتمام خاص بمشروعات الأمن الغذائي، كما أنه يأتي تأكيدا لنجاح خطط الدولة في هذا المجال الحيوي واستراتيجيتها لزيادة الإنتاج الزراعي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. أكيد يعني قرارات مهمة جدا في اجتماع العادي لمجلس الوزراء، ويعني كل هذه القرارات وكل هذه الأمور اللي في الاجتماع تصب في مصلحتنا دائما. أكيد عبد الله. إذن مشاهدينا الكرام، راح ننتقل معكم إلى خبرنا الثاني في حلقة اليوم من برنامج حياتنا، حيث أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلسلة من الدروس الدعوية في مساجد الدولة المختلفة تحت شعار بصائر، بحيث تغطي أغلب المناطق وبعدد 50 مسجد، وتستمر حتى الأول من شهر مارس المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه الدروس التي تلقيها نخبة مختارة من الدعاة والمشايخ بعد صلاة العشاء تتناول القيم الإسلامية والتربوية وتزكية النفس من الناحية الإيمانية، وبما يعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع، وفق الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة في تحقيق أهدافها. كما بيّنت أن الهدف الأساسي من إقامة هذه الدروس هو التأكيد على رسالة المسجد في نشر القيم الإسلامية بين شرائح المجتمع وتفعيل البرامج الدعوية التي تبرز الصورة الحقيقية للإسلام
وترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال في المجتمع. يعني احنا سلمان نحتاج مثل هذه الدروس ومثل هذه الأشياء اللي تكون موجودة في المساجد، على أساس أنه مثل ما كان في الخبر أنه يعني تعزز جانب الفرد، تعزز جانب الأسرة، تعزز جانب المجتمع في أمور كثيرة من ناحية الدين، ومن جانب آخر تعزز مكانة المسجد عبد الله، كون صحيح. المسجد يعني مو فقط للصلاة إنما أيضا لأمور أخرى منها تعاليم الدين والقيم المجتمعية. مشاهدي الكرام، رح ننتقل من هذا الخبر إلى إنجاز جديد. فازت طبيبة قطرية بجائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. طبعا جاء الإعلان عن فوز الدكتورة هنادي الحمد، قائد أولوية شيخوخة صحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة، والمدير الطبي لمستشفى الرميلة ومدير مركز قطر لإعادة التأهيل بالجائزة، خلال مشاركة دولة قطر في الاجتماع في اجتماعات الدورة 150 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والتي عقدت في الفترة من 24 إلى 29 يناير الماضي. أكيد عبد الله، إحنا بدورنا في برنامج حياتنا أمانة نبارك للدكتورة هنادي، وتستاهل هذا التكريم من القيادات اللي نفخر فيها في القطاع الطبي في الدولة. وأكيد عبد الله إحنا نفخر بجميع القطاع الطبي. ممكن إحنا من شهر 3/2020 إلى اليوم كل الحلقات اللي إحنا نتكلم فيها سواء في برنامج حياتنا وحتى كل البرامج في تلفزيون قطر دائما نشيد بدورهم، إذا تكلمنا بشكل خاص عن جائحة كورونا وحتى على مدار العام في كل التخصصات الطبية. أكيد يعطيهم ألف عافية وما يصروا، وجهد كبير يقومون فيه. وياكم مشاهدين الكرام، يعني راح نتم في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث بدأت بتطبيق خطة العودة إلى الحياة الطبيعية. راح نتعرف مشاهدين الكرام على تفاصيل أكثر عن هذه الخطة خلال هذا التقرير. بدأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتطبيق خطة العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال تحديد خطة تنفيذ ثلاثية المراحل تمتد بين فبراير وأبريل 2022 اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من فبراير. تقديم استشارات حضورية وجهاً لوجه بنسبة 50% عبر جميع الخدمات. استمرار مركز روضة الخيل الصحي في العمل كمركز صحي مخصص لكوفيد 19. توفير خدمة المسح من داخل المركبة حتى إشعار آخر، ودعماً للجهود الوطنية لمكافحة الجائحة وحماية للسكان، طبقت تدابير سلامة وإجراءات وقائية صارمة في جميع المرافق والخدمات، وتشمل الجدولة الذكية للمواعيد، استخدام معدات الحماية الشخصية، التباعد الاجتماعي، الفحوصات المنتظمة للفيروس للموظفين والعاملين، الالتزام ببروتوكولات النظافة والتطهير. سلامتكم هي سلامتنا، يداً بيد نصل إلى بر الأمان. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، ونبدأ وياكم أولى فقراتنا الحوارية. في هذه الفقرة راح نسلط الضوء على حصاد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال العام 2021، حيث عقدت مؤخراً الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إنجازاتها التي تنوعت تنوعاً كبيراً، وشملت قطاعات المجتمع المختلفة من شؤون إسلامية كالقرآن والسنة والمساجد وغيرها، وكذلك قطاعات التنمية العلمية والثقافية والأسرة والطفولة والرعاية الصحية. كما تطرقت الإدارة العامة للأوقاف مشاهدينا الكرام خلال المؤتمر إلى المساهمات الوقفية من الوقفين، وكذلك التعاون المثمر بين الإدارة العامة للأوقاف مع الجهات المختلفة سواء كانت حكومية أو أهلية. طبعا للحديث أكثر عن حصاد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال العام 2021، يسرنا أن نستضيف الدكتور الشيخ خالد بن محمد الثاني، المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله ويانا، ونتشرف بوجودك دائما في برنامج حياتنا. من الشرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الأجر، وإن شاء الله يكون هذا البرنامج منبر إن شاء الله لنشر الثقافة الوقفية وتعريف الجمهور بمجريات العمل الوقفي في الدولة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية قبل أن ندخل في تفاصيل الأسئلة والحوار، احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم أمانة على العمل اللي قمتوا فيه اليوم. دكتور، لو نتكلم على أبرز ما حققته إدارة الأوقاف خلال عام كامل وهو العام 2021 العام الماضي. نعم طبعا،
ممكن تلخيص أهم هذه الإنجازات بثلاثة محاور رئيسية، ثم إذا تحبون نفصل بأي محور منها ممكن نزيد التفصيل فيه. طبعا المحور الأساسي الأول هو محور تحقيق شروط الواقفين، ويعني صرف ريوع أوقاف المباركة على المشاريع الوقفية المتنوعة في خدمة المجتمع بحسب شروطهم وحسب المصارف الوقفية الستة، اللي هي المصرف الوقفي للبر والتقوى، المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي لرعاية الصحية. ممكن نفصل إنجازات أي مصرف من هذه المصارف بحسب ما تحبون. المحور الثاني كذلك المهم في الإنجازات العام الماضي هو توسيع قاعدة الشراكة المجتمعية مع الجهات المجتمعية المختلفة سواء حكومية أو أهلية، تحقيقا لشعارنا الوقف شراكة مجتمعية. المحور الثالث كذلك هو تنمية الأوقاف وتدشين عدد من المشاريع الوقفية الجديدة، وكذلك افتتاح عدد من المشاريع الوقفية اللي راح يدر عائدها على خدمة المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث محاور رئيسية، وإن شاء الله إذا تحبون نفصل من أي منها بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. يعني إحنا عندكم يعني الكثير من المواضيع والكثير من الإنجازات اللي تم تحقيقها في عام 2021، وأكيد في المؤتمر الصحفي تكلمتوا عن المشاريع الاستثمارية، فلو نركز شوي على المشاريع الاستثمارية نتكلم عنها نعرف شنو هي وشنو كانت خلال عام 2021. طبعا هذه المشاريع الاستثمارية راح يعني تدر عائد على مثل ما ذكرنا المشاريع المجتمع المختلفة بفضل الله سبحانه وتعالى. تم تدشين عدد المشاريع وكذلك انتهاء من عدد المشاريع، وبشركم إن شاء الله خلال الأسابيع القليلة القادمة عندنا عدة مشاريع تم الانتهاء منها إن شاء الله سيكون افتتاحها، وكذلك تدشين عدد من المشاريع. فمن المشاريع إن شاء الله اللي راح تدشن وتفتتح خلال الفترة الأسابيع القادمة مشروع وقف الأترجة للقرآن الكريم. ما شاء الله. هذا المشروع أطلقناه من عدة سنوات، وهو مشروع خاص بدعم مراكز دور القرآن الكريم في داخل دولة قطر. كذلك عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى افتتاح مشروع وقف عبلان، وعبارة عن 5 عمارات سكنية. وقف عبلان هذا من أقدم الأوقاف القطرية، والله سبحانه وتعالى مبارك فيه وينمو نموا مبارك، كذلك عائدات الدر على جميع قطاعات المجتمع. كذلك عندنا افتتاح وقف المحسن أحمد بن عبد الله المسند رحمه الله تعالى، مجمعين سكنيين 14 فيلا و10 فيلا، وكذلك عمارة سكنية. كذلك عندنا افتتاح مجمع بيوت وقف الشيخ علي بن عبد الله رحمه الله تعالى، عبارة عن 94 فيلا سكنية، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع وتدشين عدد المشاريع اللي أطلقناها العام الماضي. كذلك منها مشروع مركز الشيخ موزة بن محمد للقرآن والدعوة، وصمم تصميم عصري مستوحى كذلك من البيئة والتراث القطري خاصة من زهرة السدر. وكذلك أطلقنا مشروع جبل ثعيل بمنطقة الوسيل عبارة عن 26 قطعة أرض، بإذن الله سبحانه وتعالى راح يكون أكبر مشروع وقفي في قطر، وغيرها من المشاريع الوقفية سواء تدشين أو افتتاح. وأنا دائما أقول الوقف سبحان الله تعالى يشتمل على 4 أمور: الوقف أجر، وكذلك الوقف ذكر، وكذلك بركة وتنمية. أجر لأن الوقف هو الصدقة الجارية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يبقى أجرها للإنسان سبحانه وتعالى، للإنسان من الله سبحانه وتعالى حال حياته بعد وفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه وعمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كذلك الوقف ذكر وهو يعني اقتداء بدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، أي يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون يأتي من بعده من يدعو له. والوقف يحقق هذا الأمر حيث أن مصاريف الوقف أو دعم الوقف لقطاعات المجتمع المختلفة، هؤلاء الناس اللي يستفيدون من الوقف يدعون للواقف سواء باسمه أو سواء بالخير اللي يقولون جزا الله خير، اللي يعني مثلا أعطانا هالمنحة التعليمية، جزا الله خير اللي ساعدنا في علاجنا، جزا الله خير اللي بنى هذا المسجد وغيره، فيحقق دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. كذلك الوقف بركة، حيث نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأوقاف بركة عجيبة. يعني احنا ذكرنا من قليل وقف مثلا
عبلان، هذا واقف من يعني قريب 100 سنة، اليوم عدد أوقافه يزيد عن تقريبا 26 أو 27 وقف، يدر يعني مجالات كثيرة والناس تدعو له وتستفيد من هذا الخير. عندنا وقف المحسن أحمد بن عبد الله مسد رحمه الله تعالى، اليوم نفتتح بعض أوقافه الجديدة للاستثمار، يعني جزء من أوقافه الحالية، وكذلك يعني الأوقاف تنمو وكذلك استثماريا وكذلك تمويا، يعني تخدم قطاعات المجتمع. والوقف كذلك تنمية مثل ما ذكرنا، فالوقف يخدم قطاعات المجتمع المختلفة مثل ما ذكرته في المقدمة، سواء قطاع الشؤون الدينية من قرآن سنة مساجد دعوة وغيرها، أو قطاعات التنمية المختلفة الأخرى من تنمية علمية وثقافية وأسرة وطفولة ورعاية صحية. دكتور، ممكن ذكرت في مستهل كلامك المصرف الوقفي لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، ممكن لعلها احد المشاريع اللي دائما تركزون عليها في اداره العمل للاوقاف. خلينا نتكلم دكتور اكثر ونعرف الساده المشاهدين على هذا النوع من الاوقاف. نعم، نحن مثل ما ذكرنا عندنا 6 مصارف رئيسيه، من ضمنها مصرف الوقفي لخدمه القران الكريم والسنه النبويه الشريفه، وهذا المصرف يعنى بخدمه القران الكريم والسنه النبويه الشريفه بشتى انواع الخدمه، منها مراكز دور تعليم القران الكريم، منها طباعة المصحف الشريف، منها تعليم القرآن عن بعد، خاصة هذا المجال الحيوي اللي احنا يعني بدينا فيه بشكل كبير بالتعاون مع إدارة الدعوة، أطلقنا عدة منصات لتعليم القرآن عن بعد، وكذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية، عن طريق موقع إسلام ويب، كذلك من عن طريق المسابقات القرآنية ومسابقات الحديث النبوي. ولو يعني تشوفون مثلا يعني أرقام المشاريع في مصرف خدمة القرآن والسنة، مثلا عندنا مراكز القرآن الكريم، عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى 141 مركز القرآن للطلاب و22 دار للطالبات، عندنا المنصات اللي أطلقناها للتعليم القرآن عن بعد بسبب ظروف الجائحة، فاستفاد من هذه المنصة خلال العام 10,651 طالب، في الدورة الصيفية استفاد 729 طالب و2319 طالبة، كذلك عندنا المسابقات القرآنية بفضل الله سبحانه وتعالى 3 أنواع من المسابقات، مسابقة المدرسية يشارك فيها جميع الطلاب للقرآن الكريم في مدارس قطر، كذلك مسابقة المحدث الصغير كذلك شارك فيها جميع الطلاب في مدارس قطر، يعني العام الماضي اشترك فيها 2563 مشارك، فاز فيها 1481 طالب وطالبة، كذلك عندنا مسابقات بالتعاون مع جهات يعني مجتمعية مثل كتارة، مسابقة كتارة لتلاوة القرآن الكريم، وهي مسابقات الرائدة في مجالها وهي مسابقة عالمية، كذلك مسابقة عالمية أخرى بالتعاون مع قناة جيم للأطفال، مسابقة تيجان نور وهي تستهدف فئة الأطفال، وغيرها من الإنجازات اللي ممكن يعني تشوفونها في إنجازات المصرف الوقفي للقرآن والسنة. يعني في كثير من الإنجازات في هذا الكتيب، وهذا يعني الكتاب المميز صراحة واللي يبرز أشياء كثيرة. احنا ودنا نتكلم، احنا تكلمنا عن القرآن وتكلمنا عن خدمة القرآن، يعني هذا شرف كبير ان احنا نخدم القرآن، لان يعني انت يوم تعلم شخص حرف هذا لك أجر كبير ليوم القيامة. ولكن نتكلم عن المساجد في خلال فترة 2021، كم كان عدد المساجد اللي تم بنائها، وكم هي المساجد اللي ممكن نقدر نقول قيد التنفيذ إن شاء الله؟ طبعا خلال 2021 لو شفنا ايضا عندنا مصرف الوقفي لخدمه المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى تعددت انجازاته، سواء في البناء، في الصيانه، في الفرش، في التوسعه، في تجهيز المساجد، في الرقي باداء الائمه والمؤذنين كدورات متخصصه. فبناء المساجد وبيوت الائمه بفضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من 28 مسجد وبيت امام خلال 2021، وقيد التنفيذ عندنا 65 مسجد وبيت إمام، بعضها إن شاء الله راح ينتهي هذا العام، بعضها إن شاء الله ينتهي العام القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك مشاريع توسعة المساجد وفرشها، عندنا كان انتهينا من 26 مسجد وكان عندنا 7 مساجد، قيد التنفيذ إن شاء الله ينتهي منها هذا العام. كذلك مساجد مصنعة، تم توفير 20 مسجد مصنع وقيد التنفيذ 7 مساجد مصنعة في المساجد في المناطق الجديدة في الدولة، كذلك خدمات تكييف 40 مسجد، بالإضافة إلى برنامج تدريب الأئمة والمؤذنين كانت 14 دورة شارك فيها 560 إماما ومؤذنا. طبعا هذه المشاريع بالتعاون مع إدارة المساجد وكذلك معهد دعوة بالوزارة. أكيد دكتورة أمانة، يعني عدد كبير من المشاريع اللي يستفيد منها المجتمع، لكن اليوم يهمنا أن نعرف نقطة مهمة اليوم بالنسبة للواقف، هل هو
باختياره يختار الوقف اللي هو يناسبه، ام انتم في الاداره العامه للاوقاف توجهون الواقف لاحد مشاريع الاوقاف اللي موجوده؟ طبعا الواقف هو يختار المشروع اللي يناسبه، عندنا اما يختار مصرف من المصارف السته اللي ذكرناها او يختار مشروع من مشاريع المصارف الوقفيه، فمثلا عندنا مثلا مشروع مصرف الوقفي للبر والتقوى في مشروع مثلا افطار صائم، فاما يختار المصرف بشكل عام او يختار مشروع معين. مصرف الوقفي للقران لخدمه القران والسنه اما يختار المصرف بشكل عام او يختار مشروع معين من مشاريع المصرف، مثلا طباعه القران او مشروع الاترجه لدعم مراكز ودور القران الكريم. مثلا نفس الشيء الرعايه الصحيه، اما يختار الرعايه الصحيه مصرف الوقفي للرعايه الصحيه او يختار مشروع من المشاريع مثل مشروع دعم مرضى الفشل الكلوي مثلا، وهكذا اما يختار المصرف بشكل عام او يختار مشروع من المشاريع، او اذا عنده هو يحب شرط معين يختار غير هذه المشاريع والمصارف العامه كذلك يحق للواقف ينص على الشرط اللي هو يبغيه، والشرع يعني يحترم هذا الشرط ويصونه، وكذلك القانون بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم يعني يعطيكم العافيه صراحه على هذه الانجازات، واكيد الشكر موجه لكم وموجه للواقفين اللي طبعا دائما يحاولون ان يدورون على الاجر مثل ما نقول، فاحنا دائما احنا نبحث عن الاجر، واكيد يعني راح نقدم الخير دائما واكيد راح نحصل الاجر دائما. اكيد الدكتور الشيخ خالد بن محمد الثاني المدير العام للاداره العامه للاوقاف بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، شكرا جزيلا لك وما قصرت على حضورك معنا. انا اشكركم وفرصه نشكر الواقفين، وكذلك نشكر جميع الجهات اللي احنا نتعاون معها، وكذلك جميع العاملين في هذا القطاع المبارك. الله يعطيكم الصحة والعافية مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معاكم في حلقة اليوم من حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ننتقل وياكم لموضوع آخر، حيث أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة. مشاهدينا الكرام، يأتي هذا المشروع في إطار المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية في هذا الخصوص. طبعا لتسليط الضوء على هذا المشروع يسرنا أن نستضيف السيد محمد المحنة المري، مسؤول تنفيذ الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع الغير مؤين بوزارة البيئة والتغير المناخي. في البداية مساك الله بالخير وحياك الله ويانا. مساكم الله بالنور، يا مرحبا ومسهلا. احنا سعداء بتواجدك معنا في حياتنا، لكن قبل لا نتكلم عن اي شيء في الموضوع احنا نبي نوضح للساده المشاهدين، نوضح لنا لانفسنا المقصود بكلمه الاشعاع المؤين وغير المؤين. ان شاء الله. اول شيء مسي على الساده المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بتكلم عن الاشعاع الغير مؤين. يعني بشكل مبسط هي اشعه، نوع من انواع الاشعه اللي ليست لها القدرة على تأيين الذرة، هذا بشكل مبسط، عشان كذا سموها غير مؤينة. وبصراحة استخداماتها كثيرة وحوالينا، تسبح حوالينا في كل مكان إن صح التعبير يعني. على سبيل المثال يعني غير مؤين للذرة اللي هو تنقل طاقة بسيطة، اللي هي مجرد تسخن الأجسام، على سبيل المثال الميكرويف، أجهزة الميكرويف عندنا في المنازل الغرض منها أنها تحريك الجزيئات تنتج عنها حرارة، هذا بشكل مبسط يعني. نعم يعني الميكرويف يعتبر من الإشعاع غير مؤين. نعم صحيح. طيب. من ضمن الاستخدامات. طيب احنا لو نتكلم شوي بالتفصيل عن تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع. نعم. غير المؤين. مثل ما تفضلت أخواني في المقدمة إن من اختصاصات وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اللي هي مراقبة الأشعة بشكل عام بشقيها المؤين وغير المؤين. فارتأت الإدارة إن من خلال طرح هذا المشروع أو اختيار هذا المشروع له أهداف كثيرة وراح تخدم يعني طبعا الوطن. المشروع عبارة عن شبكة أو بداية منظومة متكاملة، أجهزة تشتغل عن طريق
الطاقة الشمسية، يعني حتى ما تستهلك طاقة كهربائية، مجرد أجهزة تقرأ الترددات أو مستويات الإشعاع غير المعين بشكل مستمر على مدار الساعة. يعني سابقاً أو المعمول به الآن في الكثير من الدول في الممارسات أنه يقوم عن طريق شكوى أو طلب معين أو ترخيص معين أنه يقوم يدوياً بالقياس ويرجع ويفضي البيانات عنده في الأنظمة اللي عنده. لا، الآن المشروع كله تقريباً مثل ما نقول آلي، يقرأ في اللحظة، يرسل البيانات. وطبعاً مع المشروع راح يكون هناك غرفة تحليل بيانات، وطبعاً بناء الكوادر البشرية الملائمة لهذا المشروع، ودراسة القوانين والتشريعات الموجودة في الدولة، لأن مع كل فترة لازم أنت تواكب التطور وتحدث من قوانينك، وهذا كله في الأول والأخير للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة بدون أدنى شك. لكن اليوم لما نتكلم عن هذا المشروع سيد محمد، بالنسبة لكم في الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع الغير مؤين في وزارة البيئة والتغير المناخي، شنو المساعي اللي عندكم من وراء إقامة مثل هذه المشاريع، ومثل ما تفضلت مراجعة السياسات وبناء خلنا نقول مراكز بحثية خاصة بهذا الموضوع؟ صحيح، هو نقدر نقول الأهداف مثلا من المشروع. أولا يعني مثل ما ذكرت من شوي، اللي هو الدرجة الأولى الحفاظ والمراقبة مستويات الإشعاع الغير مؤين على البيئة وعلى الصحة بشكل عام، اللي هو رفع مستوى السلامة العامة، توفير الجهد والوقت بدل ما يكون يمسح وله حدود معينة، فهذا راح يخدم كثير وراح يوفر الوقت والجهد. رسم خارطة لدولة قطر على مستويات الإشعاع غير مؤين، بناء طبعا بنك معلوماتي للمستويات الموجودة، وعلى بناءها نقدر نحلل أنواع الترددات وما هي الاستخدامات. نعم، يعني لو نتكلم عن كيفية رسم الخارطة للإشعاع الغير مؤين لدولة قطر، يعني شنو هي الحدود الجغرافية لهذه للإشعاع غير مؤين؟ نعم والله، إن شاء الله الخطة الحالية لجميع مناطق الدولة بإذن الله، بإذن الله من شمالها لجنوبها وغربها وشرقها. طبعا راح الان في المرحله الاولى من المشروع يتم دراسه المواقع على حسب طبعا في المرافق الصحيه والمرافق الدوله الاخرى كثافه السكانيه، فيتم طبعا دراسه المواقع بشكل جيد، يعني وين نقدر، بس ان شاء الله راح يغطي باذن الله معظم مناطق الدوله باذن الله سبحانه وتعالى. تفضلت ان احنا الان في المرحله الاولى، المراحل القادمه ان شاء الله شو اللي راح يصير في الموضوع؟ المرحله الاولى باذن الله طبعا دراسة التشريعات الموجودة مثل ما ذكرت، وتركيب بإذن الله أول 20 جهاز، وبإذن الله تجهيزا لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم إن شاء الله في الدوحة. راح تكون الأولوية للملاعب والمرافق التابعة لها، فهذه والمراحل الباقية إن شاء الله تكملة العدد. إن شاء الله العدد اللي موجود في الخطة تقريبا 60 جهاز متوزع على الدولة، وبإذن الله بيكون في توسعة إن شاء الله للشبكة إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيكم العافية طبعا، وما تقصرون على جهودكم اللي تقومون فيها. طبعا الشكر موجه للسيد محمد المحنى المري، مسؤول تنفيذ الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع الغير مؤين بوزارة البيئة والتغير المناخي. شكرا جزيلا لك وما قصرت. وياكم الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. مشاهدنا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث تتواصل فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجنة العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، والذي بدأت فعالياته في 29 من شهر يناير الماضي وتستمر حتى 4 من شهر فبراير الجاري على ميدانية شحانية لبصير وسط مشاركة واسعة. طبعا للتفاصيل أكثر خلونا وياكم نشوف هذا التقرير ولنا عودة.
جزء أصيل من تراث قطر وتحد ينتظره عشاق رياضة الآباء والأجداد كل عام من خلال المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، والذي بدأت فعاليته في 29 من شهر يناير الماضي وتستمر حتى 4 من شهر فبراير الجاري على ميداني الشحنية والبصير. يحظى المهرجان بمشاركة كبيرة هذا العام، حيث يبلغ عدد الملاك والمدمرين 22,822 مشاركاً، منهم 1,252 مشاركاً قطرياً و 1,230 مشاركاً خليجياً، يتنافسون على مدار 286 شوطاً خلال أيام المهرجان السبعة، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون للمشاركة في المهرجان الكبير، كما أن عدد المطايا المشاركة في المهرجان 8,315 مطية. يقدم المهرجان هذا العام جوائز عينية ونقدية قيمة، حيث تم رفع قيمة الجوائز المالية إلى أرقام غير مسبوقة، فكل الجوائز مليونية هذا العام في مختلف الفئات السنية، أمر أعطى زخماً كبيراً للمهرجان الذي دائماً ما يكون حافلاً بالإثارة والمتعة والندية، بجانب قيمته الكبيرة وترسيخه لإرث وطني تتوارثه الأجيال. طبعاً للحديث أكثر يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالسيد راشد حزام من اللجنة المنظمة لسباق الهجن، حياك الله ويانا عبر الاتصال الهاتفي. في البداية خلنا نتكلم عن انطلاق المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. يا مرحب وسهلا، تفضل. خلنا نتكلم وياك عن هذا المهرجان وعن انطلاقة هذا المهرجان. يا مرحبا، طال عمرك. أبدا مهرجان سمو الأمير الوالد مكون طال عمرك من 284 شوط، وطال عمرك السيارات 171 سيارة. نعم. وتم فتح فترة نقل ملكيات الهجن بالمجان لتعديل وضع الهجن والملاك قبل انطلاق مهرجان سمو الأمير. نعم طال عمرك. وعدد الملاك المشاركين بمهرجان سيف الأمير الوالد 2482 مشارك، كان عدد المشاركين القطريين 1252 مشارك قطري، والمشاركين الخليجيين 1230 مشارك خليجي. نعم طال عمرك. كمان عدد المطايا المشاركة في مهرجان سيف الأمير الوالد 8,315 مطية ما شاء الله، بزيادة قدرها 1,400 مطية عن مهرجان المؤسس. نعم طال عمرك. أخوي راشد، اليوم يعني ما شاء الله أنتوا رفعتوا قيمة الجوائز المالية لأشواط المهرجان لأرقام كبيرة وغير مسبوقة. خلينا نتكلم عن تفاصيل الجوائز المرصودة للفائزين خلال أشواط هذا السباق. نعم طال عمرك. المهرجان يميزه الجوائز النقدية، لأنا أول مرة يعني تحصل في سباقات الهجن في مثل هذا المهرجان يعني. نعم، يعني لو نتكلم وياك شوي سيد راشد عن الأشواط الرئيسية في هذا المهرجان، واللي طبعا يعني نلاحظ من خلال المهرجانات تلقى حضور كبير وحضور جماهيري وأيضا مشاركة كبيرة، فخلنا نتكلم شوي عن الأشواط الرئيسية. نعم طال عمرك. الأشواط الرئيسية إن شاء الله تكون يوم الجمعة إن شاء الله العصر، 6 أشواط. نعم طال عمرك. منها الشوط الرئيسي شوط السير جايزته 5,000,000 وسيف ذهبي. نعم طال عمرك. نعم، اليوم أكيد يعني نبي نعرف السادة المشاهدين شو اللي يميز هذه النسخة من مهرجان أو سباق الهجن العربية الأصيل على سيف صاحب السمو الأمير الوالد عن النسخ السابقة أو السباقات الماضية لهذا المهرجان. والله أخوي يميزه عدد المشاركين بكثرة ورفع الجوائز المليونية وكثرة المشاركين من دول الخليج.
نعم، يعني الله يعطيكم العافية طبعا على هذا المهرجان المميز واللي يشهد إقبال كبير خصوصا من ملاك الهجن وأيضا من الشعب اللي حابين هذا المجال. شكرا لك السيد راشد حزام من اللجنة المنظمة لسباق الهجن، يعطيك العافية وما قصرت. وسلمان، يعني مهرجان الهجن لسباق العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو طبعا الأمير الوالد، يعني يشهد إقبال كبير ونشوف تفاعل كبير من ملاك الهجن ومحبي الهجن وايضا من الشعب. اكيد عبد الله موروث تراثي، احنا نفخر امانه بالحفاظ عليه، ورياضه لها شعبيتها في المجتمع. مشاهدينا الكرام، احنا متواصلين معاكم في فقرات حلقه اليوم من برنامج حياتنا، ولكن توقف معاكم في هذا الفاصل القصير ولا نعوده. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، واكيد يعني مستمرين وياكم في برنامج حياتنا. ومن الاماكن المميزه سلمان اللي الواحد ممكن يزورها، ممكن يروح لها خصوصا مع الاجواء الجميله، المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارة، فيها الكثير من الاشياء، خصوصا اليوم بدا مهرجان الخيل، فتقدر تروح وتستمتع في هذه الاجواء الجميله. على طاري الخيول، تدري عبد الله في فن خاص، فن تشكيلي وفن في الرسم خاص بالخيول. انا ما ادري، انت عندك الموضوع؟ عندي الموضوع. انا بقول لك الموضوع. موضوع الله يسلمك ويسلم الساده المشاهدين، ان دار الباهي نظمت معرض ومزاد الاصيل للخيول، تقريبا 12 عمل خاص بالخيول معروضه في هذا المعرض. راح نتعرف على هذه التفاصيل مشاهدينا الكرام لهذا المعرض الذي ينظم في المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارة من خلال هذا التقرير ولا نعوده. أعمال وتحف فنية كبرى لأشهر الفنانين العالميين المختصين في الخيول العربية الأصيلة، يجمعها معرض ومزاد الأصيل، تظاهرة فنية وثقافية تنظم للمرة الثانية على هامش فعالية مهرجان كتارة الدولي للخيل العربية. هذه السنة طبعاً اللي شاركوا فنانين أكثر، 10 فنانين من مختلف دول العالم، من أمريكا ومن روسيا ومن العراق ودول أخرى، شاركوا في هذا المعرض اللي فيه لوحات، تقريبا 12 لوحة فنية متميزة كما ترين، كلها متعلقة بالخيل العربية الأصيلة. فبعدها إن شاء الله بكم من يوم سوف تنقل هذه اللوحات، وسوف يكون عليها الأوكشن أو المزاد في الأرينا. السنة اللي فاتت فاجأنا بالإقبال، بالسنة هاي بعد المفاجأة كانت أكبر، إن الناس كانت تكلمنا من قبل، يعني إنه والله بدي أحط أعمال، بدي أبيع، والناس تقول لها أنت بتسوي المعرض عشان نشوف قبل ما نشتري. المشكلة إنه ما قدرنا نسوي منزل طويل لأنه حيكون خلال المهرجان، يعني بين 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 بريك، يعني بين يعني فاصل الراحة تقريبا، بس فلازم يعني نحدد العدد، أكثر من 13 حيكون أكثر يعني كثير طويل. مع أولى ساعات افتتاحه، بدأ المعرض والمزاد مستحوذا على اهتمام كبير من قبل هواة جمع المقتنيات، اهتمام يعكس مكانة الخيول العربية وأهميتها في التراث الثقافي القطري والخليجي. شايف الاهتمام بالخيل العربي، وهذا جزء مهم من تراثنا وثقافتنا، ونعتز بكوننا مهتمين في الخيل العربي، موطن الأصلي، اهتمام فائق 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 في أدق التفاصيل. وفي انتظار إقامة المزاد في 12 من الشهر الجاري، سيستفيد زوار المعرض من خدمات فريق خبراء ومختصين من مهامهم فحص المعروضات والتأكد من سلامتها وقيمتها المادية والمعنوية. مثل ما شفنا وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير، وهذه فرصة للجميع أنهم يحضرون للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة لزيارة مهرجان الخيول الأصيلة، طبعا مهرجان كتارة الدولي للخيل الأصيلة، وأيضا يعني يزورون هذا المعرض اللي راح يشوفون فيه يعني جمال الخيل العربية في اللوح وأيضا يعني على الواقع ممكن يشوف. أكيد، وهذا المعرض يقام مثل ما شفنا في التقرير للمرة الثانية في دار الباهي للمزادات. مشاهدينا الكرام، رح ننتقل معاكم إلى موضوع آخر، حيث نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الأكاديميين من جامعات عربية وإسلامية، نظمت الملتقى الدولي
وقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات تحديات الواقع وآفاق. طبعاً تضمن هذا الملتقى تخصيص 3 جلسات، تنظيم هذا الملتقى يأتي ليؤكد سعي كلية الشريعة لتبادل الخبرات مع شركاء المصلحة في أنحاء العالم. مشاهدي الكرام، تفاصيل أكثر عن هذا الملتقى يسرنا أن يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور محمد المصلح، وهو العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر. مساء الخير دكتور. بداية يليت لو نسلط الضوء على أهمية هذا الملتقى عن مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات تحديات الواقع وآفاق. مساء الخير. نعم والسرور يا أخواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهمية الملتقى من ناحيتين. الناحية الأولى أن الملتقى يعني يأتي في سياق حدث ثقافي مهم، وهو اختيار الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2021 من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو، وهي المناسبة اللي احتفت بها الدوحة برعاية سمو الأمير حفظه الله. فحرصت كلية الشريعة بجامعة قطر على المساهمة في هذه الفعاليات بهذا الملتقى عن مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات، وسميناه مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات تحديات الواقع وآفاق التطوير. نعم، يعني لو نتكلم والناحية الثانية، اسمح لي، الناحية الثانية أهمية الملتقى تأتي من أهمية المقرر، مقرر الثقافة الإسلامية، لأنه يعني يعزز الهوية الجامعية لكل الطلبة بمختلف تخصصاتهم ويحصنهم ثقافياً، بما يمكنهم من الاستجابة لأبرز التحديات الثقافية والفكرية المعاصرة اللي تهدد الهوية والشخصية الإسلامية. وبالتالي من المهم تطوير المقرر باستمرار بما يستجيب للتحديات المستجدة. نعم، يعني أكيد الملتقى راح تكون فيه محاور. لو نتكلم عن أبرز المحاور وأبرز الموضوعات اللي راح يتم مناقشتها وراح يتناولها هذا الملتقى، هي الله يسلمك، الملتقى انعقد يوم السبت وتناولت المحاور كل ما ينبغي التنبيه إليه بخصوص مقرر الثقافة الإسلامية، مثل يعني مدى أهمية هذا المقرر باعتباره متطلب عام بكل طلبة الجامعة يعزز الهوية، مدى الحاجة لتطويره بما يستجيب للتحديات، ما هي الآفاق المستقبلية لهذا المقرر بما يجعله دائما مواكب للمستجدات. أكيد دكتور، أمانة يعني ممكن في المحاضرة الافتتاحية لهذا الملتقى تطرقتم للفعالية في تطوير المقرر، كونه مقرر إجباري أيضا على جميع طلبة الجامعة بمختلف التخصصات، فياليت لو نتكلم بشكل أوسع في هذا الجانب. أخي العزيز، الفاعلية لها يعني معايير ومقاييس، ما لم تتحقق في الواقع لا يتحقق التطوير الفعال في أي مشروع تطويري. يعني هذه احنا رسخناها في وثائقنا المعتمدة في كلية الشريعة، وهذا اللي أنا تطرقت له في المحاضرة الافتتاحية. من أهم هذه المقاييس الاستجابة للتحديات. إحنا عندنا معادلة للفاعلية، لكن أنا باختصر الحديث في أن أتكلم عن أهم المقاييس اللي هي الاستجابة للتحديات اللي ينبغي أن يستجيب لها أي مشروع تطويري. وحتى نجسد هذا، أو لما أردنا أن نجسد هذا في واقع مقرر الثقافة الإسلامية لجامعة قطر، شخصنا أولا التحديات ثم استجبنا لها في المقرر، سواء في أهداف المقرر والثمرات المرجوة من دراسته أو في السياسات التدريسية اللي اعتمدناها. نعم. وإذا تسمح لي أعطي مثال للتوضيح. من أبرز التحديات اللي تواجه الجيل اليوم أنه يتعرض لزعزعة هويته الثقافية الأصيلة والتشكيك في ثوابته التي تلقتها الأمة بالقبول بسبب الانفتاح التقني الهائل على الأفكار الخطيرة والتأثر بالقيم الوافدة المناقضة لمنظومة القيم الإسلامية من خلال وسائل الإعلام العالمية
والتأثر بالمدارس والمناهج الأجنبية في مراحل مبكرة جدا في التعلم، وتعرض الجيل لحملات من التشويه الفكري والثقافي من قبل مشاريع يعني مناوية لهذه الأمة. فلذلك الجيل بحاجة ماسة إلى أن يمكن من أسس منهجية حصنه من هذا التأثر المهدد للهوية، وبما يعزز عند الاعتزاز البصير بهويته ديناً ولغةً وتاريخاً ورموزاً. فطورنا المقرر في الجامعة بحيث يقدم يعني أو يقدم للطلبة هذه الأسس، وعرضنا تجربتنا في الملتقى، وبفضل الله يعني لقيت التجربة أثر طيب عند المشاركين من دول مختلفة. نعم دكتور، يعني في ختام هذا اللقاء، أكيد الملتقى كانت فيه الكثير من النتائج والكثير من الأمور المرجوة اللي أنتم كنتوا ناويين تطلعون فيها من خلال هذا الملتقى، فلو نتعرف شوي على أهم النتائج اللي طلعتوا فيها من هذا الملتقى. نعم، احنا خرجنا الله يسلمك بتوصيات عديدة في الملتقى، تليت في الجلسة الختامية في الملتقى وهي متوفرة على قناة كلية الشريعة لليوتيوب. أخص منها ثلاث توصيات في ختام هذا اللقاء اللي أبي أخصه، أن احنا أوصينا في الملتقى توافق المشاركون على أهمية الوعي بتفاقم المشاريع المناوئة للأمة ولهويتها الحضارية وثوابتها التي تلقتها الأمة بالقبول. والتوصية الأخرى اللي أريد أن أشير إليها تنبيه القيادات التربوية لأهمية بناء مواد دراسية تتناول قضايا في الثقافة السامية، تطرح للناشئة في التعليم ما قبل الجامعي مع مراعاة خصوصية كل مرحلة. وتوصية أيضا بتوسيع دائرة الاستفادة من مضامين مقررة الثقافة الإسلامية بتنزيلها في المجتمع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهنا يأتي دوركم أنتم كرجال إعلام في هذا الموضوع. نعم. ونشكركم دائما على يعني الاهتمام بال هذا واجبنا الثقافية والتغطية في لمثل هذه الأنشطة والفعاليات. أكيد هذا واجبنا، كل الشكر لك الدكتور محمد المصلح، وأنت العميد المساعد لشؤون الأكاديمية بجامعة قطر، كنت ضيفا معنا عبر الاتصال الهاتفي. يعني وياكم مشاهدي الكرام بعد هذا اللقاء نقول وصلنا لختام حلقتنا، كانت فيها الكثير من المواضيع المهمة والشيقة، فشكرا لكم على متابعتكم لنا. أكيد عبد الله، الموعد يتجدد بالسادة المشاهدين بكرة الخميس الساعة 7 على شاشة تلفزيون قطر. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج حياتنا، ثقلوا في ثيابكم، مع السلامة. مع السلامة.